وقعت المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز وخطيبها لاعب البيسبول السابق أليكس رودريغرز بورطة كبيرة بعد أن تقدم رجلا يدعى ليانج بشكوى ضدهما، يدعي من خلالها بأنهما دهساه بسيارتهما ذات الدفع الرباعي في لوس أنجلوس، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة الديلي ميل البريطانية. وبحسب الصحيفة، فوقع الحارس المزعوم في أكتوبر 2018 في أحد الأزقة خلف مطعم يقع قباله شارع ميلروز في غرب هوليود، وأكد برير أنه أصيب بجروح خطيرة وأن النجم وخطيبها أو حتى السائق لم يخرجوا للتأكد من سلامته. وانتظر سائق سيارة الدفع الرباعي لمدة 10 ثوان تقريبا قبل المضي قدما ببطء للخروج من الزقاق، وأشار إلى أن أحد من الثنائي لم يكون خلف مقود القيادة، لكنهما فشلا في توجيه التعليمات لفريق الأمن التابع لهما لتوخي الحذر عند خروجهما من المطعم الذي كان فيه، ويطالب بالحصول على المال لتغطية النفقات الطبية بالإضافة للتعويض عن الأضرار. هنا جينيفر لوبيز وخطيبها، وهنا صورته وهو واقع تحت العربية ذات الدفع الرباعي، وهنا صورة أوضح. العجلة كانت هتاكل رجله خالص يعني. وهنا جينيفر لوبيز مع خطيبها. ويذكر أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي دكتور سحر نصر نشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام صورة تجمعها مع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بملابس بيضاء غلب عليها البساطة، وذلك خلال حفل الفنانة العالمية جينيفر لوبيز بمدينة العالمين الجديدة. وكتبت وزيرة الاستثمار مع الوزيرة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال حضور حفل الفنانة العالمية جينيفر لوبيز بمدينة العالمين الجديدة. وتابعت: مدينة العالمين الجديدة هي مدينة متكاملة بها مشروعات سكنية وجامعات ومدينة للثقافة والفنون ومشروعات سياحية وترفيهية وأبراج عملاقة. ودي الصورة اللي نشرتها على موقعها على انستجرام لسه امبارح، ووالدها توفى بالفجر النهاردة الله يرحمه. وده البوست اللي حطيته على حسابها بمدينة العالمين الجديدة أمس حوالي 18 ساعة مع الوزيرة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي. ويعتبر حفل المطربة العالمية جينيفر لوبيز ضمن جولتها الغنائية It's My Party Tour حول العالم، حيث أنها تحتفل بعيد ميلادها 50 في مصر. وكشف مصدر من داخل الشركة المنظمة للحفل عن تقاضي النجمة العالمية جينيفر لوبيز 200,000 دولار نظير قيامها بإحياء الحفل بمصر، خاصة أنها تعد المرة الأولى التي تحيي فيها النجمة العالمية حفلا غنائيا استعراضيا بمصر. والمفارقة الغريبة أن الفنان أحمد السعداني تلقى خبر رحيل طليقته وأم ولديه خلال تواجده أيضا بحفل المطربة العالمية جينيفر لوبيز، والذي كانت به الوزيرة الدكتورة سحر نصر، والذي رحل والدها بعد الحفل مباشرة. وعلم مصراوي أن السعداني كان في الحفل رفقة ابنيه عبد الله وياسين، وكذلك صديقه النجم أحمد رزق، وقد أصيب بصدمة كبيرة بعد معرفته بالخبر، خاصة أن طليقته لم تكن تعاني من أي أمراض فضلا عن أنها صغيرة في السن الله يرحمه. وانطلق أحمد السعداني بسيارته إلى المستشفى الذي تركض فيه طليقته للتعرف على أسباب الوفاة. بانهيار تام فور التأكد من الخبر، وظل يبكي بعد إلقاء النظرة الأخيرة على طليقته وأم طفليه، وأعلن أنه لن يفارق جثمانها وسيظل بجوارها داخل المستشفى لحين انتهاء مراسم الصلاة عليها. يذكر أن أحمد السعداني رفض التعليق سابقا على أنباء انفصاله عن زوجته،
وهم طفلاه للمرة الثالثة، مؤكدا أنه تعلم من والده الفنان القدير صلاح السعدني ضرورة صون حياته الخاصة وإبعادها عن الإعلام، بخاصة وأن لديه أطفالا، علما بأن أحمد السعدني طلق زوجته مرة واحدة، وتدخل والده وقتها لإصلاح الأمور من أجل طفلهما الوحيد ساعتها عبد الله، وعادت المياه إلى مجاريها وأنجب الطفل الثاني ياسين، وتردد أن الطلاق الثالث تم سرا ولكنه حسم الخبر وأعلن الطلاق رسميا خلال استضافته مع الإعلامية إنجي علي في برنامجها المذاع على راديو اف ام. هنا مع إنجي علي وهو بيعلن خبر انفصاله عن زوجته. إيه؟ زوجته المهندسة أمل سليمان، دي صورة تانية ليها. وقد شارك عدد من الفنانين في صلاة الجنازة على جثمان طليقة أحمد السعدني بمسجد سعاد كفافي بمدينة 6 أكتوبر، وودع الجميع جثمان الفقيدة لمثواه الأخير، حيث اتجه الجثمان لمدفن العائلة بمنطقة 6 أكتوبر الله يرحمه. وحضر صلاة الجنازة عدد من الفنانين منهم محمد إمام وأسقس وبيومي فؤاد ومحمود البزاوي ونضال الشافعي وأمير شاهين وشريف سلامة وأحمد رزق وإيمي سالم وسليمان عيد ومحسن منصور ومدحت تيخة وعمرو خالد ودينا الشربيني ولاعب الأهلي السابق أمير عبد الحميد والسيناريست تامر حبيب. هنشوف صور من الجنازة، هنا هم بيحملوا النعش. أشرف زكي الله يكون في عونه اشترى لبس أسود، كله بقى أسود، كل يوم جنازة وكل يوم عزا. هنا في بيومي فؤاد أهو حاطط فما ورا باين. وهنشوف دلوقتي أسرار تانية عنها. وحالة من الحزن سيطرت على أصدقاء ومحبي أمل سليمان طليقة الفنان أحمد السعداني بعد رحيلها اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019، وظل أصدقاؤها ينعوها بكلمات من الحزن والأسى ويرددون دعوات الرحمة على روحها. وتداول عدد من أصدقاء طليقة أحمد السعداني عدة صور لها في آخر ظهور لها قبل أيام من رحيلها، وظهرت في إحداها مع أبنائها خلال رحلة بحرية لهم على ظهر أحد اللانشات. هنا دي الصورة اللي يتم تداولها الآن للراحلة، رحلت بعز شبابها الله يرحمها. هنا على أحد الأنشاط، دي الصور اللي التقطت ليها قبل أيام من راحلها اليوم. وكانت قد توفيت مساء اليوم الجمعة أمل سليمان طليقة أحمد السعداني وأم أولاده بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة، نقلت على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة هناك. أحمد السعداني مولود 16 يوليو 1979، ممثل مصري، هو ابن الممثل صلاح السعداني الذي منحه فرصة التمثيل معه في أحد مسلسلاته رجل في زمن العولمة، فأثبت نجاحا كبيرا ولكنه ظل حبيسا للتلفزيون إلى أن منحه الفنان عادل إمام الفرصة في فيلم مرجان أحمد مرجان ليتألق وينطلق بعدها في السينما محققا نجاحا تلو الآخر. هنا أحمد السعداني مع والده الفنان القدير صلاح السعداني، وهنا مع والدته زوجة صلاح السعداني الفنان أحمد السعداني، وصورة سيلفي اليوم مع والدته. هنا أحمد صلاح السعداني مع زوجته وأولاده، وهنا مع أولاده برضو زي القمر. ده ابنه إيه رأيك، يشبه والدته ولا والده؟ وهنا فرحهم.
حمام السباحة في الهرم، مع مراته.